في حدث نادر وصلت أكبر غواصة أمريكية إلى الشرق الأوسط، حيث عبرت قناة السويس متجهة إلى قرب إسرائيل في خضم تصاعد التوترات بسبب الحرب غير المسبوقة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. وفي حشد عسكري أمريكي غير مسبوق بالمنطقة، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الغواصة النووية من فئة USS أوهايو وصلت إلى مركز عملياتها في منطقة الشرق الأوسط لتنضم إلى حاملتي الطائرات الأمريكيتين جيرهارد فورد ودوايت دي أيزنهاور، اللتين أرسلتا إلى الشرق الأوسط مع كامل أطقم الأسطول المرافق لهما. وقدر موقع الميادين بوصول عدد الأسطول الغربي في البحر المتوسط ب51 سفينة حربية. ووفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل وشبكة CNN الأمريكية، فإن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بموقع غواصة نووية يعد أمرا نادرا للغاية، لأنها تمثل جزءا مما يسمى الثالوث النووي الأمريكي للأسلحة الذرية، والذي يتضمن أيضا صواريخ باليستية أرضية وقنابل نووية على متن قاذفات استراتيجية. وترى CNN أن هذا الإعلان النادر يعتبر رسالة ردع موجهة بوضوح إلى الخصوم الإقليميين. بينما تحاول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تنفيذ مخطط التوطين قبل نهاية شهر نوفمبر، المخطط اللي متوافق عليه علنا من أمريكا وبريطانيا وألمانيا، وبيضغطوا ليل نهار على القيادة المصرية بالملفات الاقتصادية قبل السياسية والعسكرية علشان نقبل بالكارثة دي. للمرة التانية بسألك، هو قطاع غزة يستاهل ان الغواصات دي كلها بالامكانيات دي توصل لمياه شرق المتوسط؟ هل غزة تستحق 51 سفينة بحرية تنتمي الى 11 دولة واقفة على مرمى بصر سواحل شرق المتوسط؟ ألم يحن الوقت ان نفهم ان التواجد العسكري المكثف الغرض منه ابتزاز مصر والضغط عليها وترهبنا انه لو حصل اي خطوة عسكرية مصرية للتصدي للتهجير فان الغرب يعرف ان اسرائيل غير قادرة على الرد، ولكن سوف يقوم الغرب بالرد بالنيابة عن اسرائيل زي ما حصل في حرب اكتوبر 73 لما الطيران الامريكي والمارينز نزلوا سيناء عبر الجسر الجوي الامريكي وحربوا المصريين. هل ده سلوك ناس عايزة سلام او مش عايزة حرب اقليمية او بتحاول تلم المسألة؟ طيب عشان نفهم أكتر حجم التهديد لازم نجاوب على سؤال، إيه هي الغواصة أوهايو؟ وفق تقارير عسكرية فإن غواصات أوهايو قادرة على محو 24 مدينة من خريطة العالم في أقل من دقيقة، لأنها بتحمل صواريخ موجهة تعمل بالطاقة النووية وتعد من السفن الرائدة بالبحرية الأمريكية، وصممت في البداية لتكون غواصة صواريخ باليستية إلا أنها حولت لاحقا لتصبح غواصة صواريخ كروز ذات الرؤوس النووية. ويضيف التقرير أن الغواصة بمثابة رادع نووي متنقل، وترسانتها النووية كافية لتبخير قارة بأكملها بضربة واحدة. وبتقول شبكة CNN أن الحجم الهائل للغواصة أوهايو التي تعمل بالطاقة النووية بيسمح لها بحمل 154 صاروخ توماهوك موجها، وكل صاروخ قادر على حمل رأس شديد الانفجار وزنه طن، وهذا يعني أنها قادرة على حمل 50% أكثر من سفن الصواريخ الموجهة ونحو 4 أضعاف ما يمكن لأحدث غواصة أمريكية حمله. ووفق البحرية الأمريكية ومواقع عسكرية أخرى فإن مدى أوهايو غير محدود، كما من ضمن قدرتها الغوص لأكثر من 350 متر وبتعمل بمحرك نووي بتصل قدرته إلى 60,000 حصان. أما التسليح 24 صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز ترايدن 2، حيث يحمل كل منها 8 رؤوس حربية نووية بمدى يصل إلى 7400 كيلومتر، بالإضافة لأنبوب إطلاق صواريخ توماهوك مع 22 قاذفة، أي إجمالي 154 صاروخ توماهوك، ومداها حوالي 1700 كيلومتر، وبتستطيع الغواصة البقاء تحت الماء لمدة 3 أشهر ولا يدفعها للخروج إلا الاضطرار للتزود بالإمدادات الغذائية لطاقمها. طبعا وانا بسمع وبقرا مواصفات الغواصه اللي جابوها لنا على حدودنا خصوصا في المواقع الامريكيه، افتكرت حجم الدعايه اللي تم عملها لخط بارليف قبل 73 انه لا يمكن تدميره الا بقنبله نوويه، واللي حصل ان المصريين دمروه في ساعات معدوده وبخراطيم الميه. وافتكرت برضو لما قالوا جيش الاحتلال جيش لا يقهر ومعاه اسلحه متطوره امريكيه وغربيه تخليه من المستحيل هزيمته، وبرضو أخذ درس قاسي لن ننساه في 73. فأنا عاوز أقول لهم احشدوا ما شئتم، اجمعوا كل قواتكم، لن نبيع ولن نفرط ولن نستسلم ولا نخاف ولا نهزم.
أنا مش هدخل في تفاصيل عسكرية وأعدد أسلحة مصر وأقول لكم إزاي مصر لديها من القدرات والإمكانيات والأسلحة القادرة على التصدي لكل ده وجعل الأسطول الأمريكي بحاملات طائراته وغواصاته مزار سياحي في قاع البحر، ولكن هقول لكم جملة واحدة: ارجعوا للتاريخ. لما التتار قالوا على نفسهم الجيش الذي لا يقهر ودمر بلاد الدنيا، ولما جه لغاية عندنا جعلناه عبرة لمن يعتبر. لما الصليبيين عدوا جيش من خيرة فرسان الإمبراطوريات الإمبراطورية القديمة، ولما وصل مصر جعلناه عظة لمن يتعظ. وقبلهم لما الفرس هزموا الشرق كله وجه قنبيز الفارسي لحد مصر بجيش جرار جمعوا من كل آسيا، جعلناه لغز تائه في صحراء مصر ولا يعلم أحد حتى الآن مكانه. فعلا من ينسى التاريخ محكوم عليه بإعادته، والنهاردة احشدوا ما شئتم من أسلحة وهددوا كما تشاءون من كلمات ودبروا ما تخططون من مؤامرات، لن يزدنا إلا إصرارا. يقول تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. صدق الله العظيم. ألم تقرأوا التاريخ لتعرفوا من هو جيش مصر؟ ألم تسألوا الحجر قبل البشر في أرض الكنانة عن قائد جيش مصر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فتح الله عليكم مصر بعدي فاتخذوا فيها جندا كثيفا، فذلك الجند خير أجناد الأرض. فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ولما ذلك يا رسول الله؟ قال: لأنهم في رباط إلى يوم القيامة. مصر كنانة الله في أرضه، من أرادها بسوء قسمه الله. مصر ستظل من الأذل إلى الأبد أرض الإله في الأرض، رأس حربة الخير في المعركة الأبدية مع أهل الشر. مصر غير قابلة للكسر، مصر أكبر من أن يمسها أهل الشر مهما جمعوا من أسلحة. السيسي كان بيعد للمعركة دي من 10 سنين. فاكر لما كنت بتسأل احنا بنشتري أحدث غواصات في ألمانيا ليه؟ فاكر لما كنت بتقول ليه بنشتري حاملات مروحيات وفرقاطات عملاقة متطورة ومقاتلات بعيدة المدى؟ مصر جاهزة بفضل الله في صد أي اعتداء علينا لو العالم كله مجتمع ضدنا، لأننا أولا على حق، ثانيا بناخد بالأسباب، وجيشنا منتبه كويس وجاهز وقوي، ومخابراتنا أري المشهد ده من زمان ومتحضرة له كويس قوي. مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، مصر درع فلسطين التاريخي لن تسمح للقضية أن تموت. حفظ الله مصر من كل سوء وجعلها كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.